اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا قهار يا قدير، اللهم إنا نسألك بغناك عن خلقك وفقرنا إليك، اللهم إنا نسألك بقوتك وضعفنا إلا بك، اللهم إنا نسألك بقدرتك وعجزنا إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مفرج الكربات، اللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم يا ناصر المظلومين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونتوسل إليك بمجلسنا هذا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، ونتوسل إليك بدعاء الصالحين منا. اللهم قد اشتد الكرب على إخواننا في فلسطين، اللهم قد اشتد الكرب على إخواننا في فلسطين، اللهم قد اشتد الكرب على إخواننا في فلسطين، ولا حول لهم ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم فعجل بالفرج لهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اجعل العزة لهم والذلة على عدوهم، اللهم اجعل العزة لهم والذلة على عدوهم، اللهم اجعل العزة لهم والذلة على عدوهم. اللهم قد آذى قلوب المؤمنين وآلم قلوب المؤمنين ما يرونه من تقتيل لإخوانهم، ما يرونه من تقتيل للأطفال، ما يرونه من تقتيل للنساء، ما يرونه من جرح لإخوانهم وأخواتهم. اللهم فيا ربي برد قلوب المؤمنين برفع البلاء عن إخواننا في فلسطين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ أقصانا، وأن تحفظ فلسطيننا، وأن تحفظ أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنك قلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإنا يا ربنا على يقين من ذلك، وها نحن في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم ندعوك يا ربنا. اللهم فأجب دعاءنا، اللهم فأجب دعاءنا، اللهم فأجب دعاءنا. اللهم إنك ناصر رسلك والمؤمنين، اللهم فانصر إخواننا المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المؤمنين، اللهم قوي حكام المسلمين، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم، اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقهم إلى ما فيه نفع الإسلام والمسلمين ونفع بلدانهم ونفع إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انفع الأمة بعقلائها وعلمائها، اللهم انفع الأمة بعلمائها وعقلائها، اللهم انفع الأمة بعلمائها وعقلائها، واكفها يا ربنا شر سفهائها، اللهم اكف الأمة شر سفهائها، اللهم اكف الأمة شر سفهائها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، هذا جهدنا في نصرة إخواننا، وأنت يا ربنا أرحم منا. اللهم يا ربنا فارحم إخواننا، اللهم فارحم إخواننا، اللهم فارحم إخواننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.